أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين النسخة 10 من برنامج القيادة الشابة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب. ويسلط البرنامج الضوء في هذا الموسم على الابتكار الرقمي وتدريب المشاركين على تنفيذ طرق متميزة تخدم المجتمع في هذا المجال. مهارات جديدة، خبرات متنوعة في المجال الرقمي تطرح للسنة العاشرة، يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بالشراكة مع وزارة شؤون الشباب على مدار 8 أسابيع يتم فيها تنمية معارفهم وشبكاتهم وتسخير خبراتهم لتنفيذ المبادرات المتنوعة والمتخصصة لتخدم من خلالها مملكة البحرين. اليوم عندنا افتتاح النسخة 10 من برنامج القيادات الشابة. البرنامج منظم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب. يهدف البرنامج حق صقل مهارات ومعارف الشباب في التنمية المستدامة وتشجيعهم على التفكير بحلول إبداعية لحل قضايا مختلفة حوالينا. احنا في المركز العلمي البحريني بنستضيف البرنامج عندنا وبنقدم ورشات وجلسات تعرف الشباب بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من حوالينا. في كل سنة يتناول أحد أهداف التنمية المستدامة أو مثلا هدفين لثلاثة أهداف من التنمية المستدامة، ويمر الشباب خلاله بمراحل من عملية بناء القدرات، يتعلمون فيها طبعا ما هي أجندة التنمية المستدامة، يتعلمون فيها ما هي أهداف التنمية المستدامة، يتعلمون شلون يقدرون يطبقون أفكار ومبادئ في مثلا اللي احنا نسميهم systems thinking وdesign thinking اللي هما عملية تصميم الحلول اللي هي تهدف إلى حل مشكلات متعلقة بالتنمية وبأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها. هذه الدورة يتم فيها تدريب المشاركين على عدد من الأفكار والحلول المبتكرة في المجال الرقمي وطرق تفعيلها بما يتناسب مع متطلبات المجتمع. الحقيقة البرنامج أضاف لي مهارة جديدة وهي حل المشاكل بطريقة إبداعية اجتماعية، وصراحة أنصح الشباب أن يشاركون في البرنامج لأنه بيمكنهم بالنظر للمشاكل بطريقة مختلفة ومنهجية ومنظمة. برنامج القيادات الشابة يعد من أبرز البرامج الإقليمية التي تنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، والذي يهدف إلى إيجاد جيل من القادة الشباب وصناع التغيير والمبتكرين الاجتماعيين لتنمية قدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير أفكارهم ومهاراتهم في هذا المجال. برنامج القيادات الشابة في موسمه 10 يلعب دورا كبيرا في تزويد الشباب البحريني بمهارات جديدة، بل ويساهم في تنمية معارفهم وتسخير خبراتهم لتنفيذ مبادرات متقدمة تصب في صالح المجتمع البحريني في مختلف المجالات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.